قلتم قد يطلب الزوج في الفدية مثلا مالا لا تطيقه هذه الأسرة، هل للزوج أن يطلب غير ما دفعه لهذه الأسرة أو صداقا لهذه المرأة؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، وهو هل يجوز للزوج أن يطلب من زوجته أكثر مما أعطاها؟ منهم من يرى أنه يجوز لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وما هذه اسم موصول والأسماء الموصولة لعموم فيشمل كل ما افتدت. ومنهم من يقول لا يجوز بأكثر مما أعطاها لأن ذلك ظلم، لا سيما وهو قد استحل فرجها واستمتع بها، فكيف يأخذ عليها مالا أكثر مما أعطاها؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لثابت بن قيس اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فدل هذا على أنه لا ينبغي للرجل أن يأخذ أكثر مما أعطاها. والمشهور من مذهب الحنابلة أنه يكره بأكثر مما أعطاها، ولكن هذا أيضا مقيد بما إذا كانت هي السبب، إذا كان هي السبب في الفراق. أما إذا كان هو السبب بحيث أساء عشرتها ومنعها حقوقها لتملى وتفتدي فهذا لا يجوز. نعم لا يجوز بكل حال، لا بقليل ولا بكثير. نعم.